يا باشمهندسه مي، لانه اللي بتقوله هلا ليه دعوه بالاحتياج الحقيقي للوعي القانوني، وده صدقوني احنا بقالنا سنين بنتكلم عنه. لكن تاني، ايه اللي البلاتفورم بيقدمه او ايه اللي شركتكم بتقدمه يقول لنا انه الوعي القانوني يبقى at hand او في ايدينا او متاح لكل الناس؟ خلينا نبتدي من الفكره بتاعت هلا. هي كانت عندها احتياج لمعلومه قانونيه، عملت ايه؟ دورت عليها، كان في مكان قدرت تدور فيه وقدرت تحصل على المعلومه. هو جوجل وداها على بلاتفورم شبه بتاعتنا او في بس فيها القوانين عشان قدرت تعرفها. طب هنا احنا عندنا كده؟ لا، انا لو دورت على القوانين هلاقي قوانين، هتلاقي مقالات بتتكلم على اجزاء من القانون، بتنسى اللائحه التنفيذيه، بتنسى الخطوات، بتنسى ان في ظروف كتيره تغير النص المادي، مش النص في المتوسط. عشان تاخدي معلومه قانونيه لازم تكلمي مع اربع محامين، وكل واحد هو هيسمعك، بس في حته هتقع في النص فهينسى يقول لك الشرط اللي اتحط اثر على كذا على كذا. فممكن تكلمي مع اربع محامين كل واحد يديكي راي. احنا بيجينا ناس يقول لك انا عشت قعد تكلمت مع 10 محامين كل واحد ادانا راي. طيب احنا عملنا ايه؟ الاراء دي كلها مكونه الراي ده بناء عليه على المعلومات اللي جات له. هي قصة معلومات. المعلومات دي لو ترتبت كلها، ولو أنا خليتك أنت كشخص ما فيش معلومة عندك أنا ما عرفهاش كمحامي أو كبلاتفورم بتساعدك، يبقى بالتالي أنا النصيحة القانونية الأخيرة اللي هديها لك هي شملت كل الظروف بكل حتى لو حاجة صغيرة. يعني ممكن يجي حد يقولك أنا عايز أفتح شركة، فأنت طب إيش عارفة لهجته عادية مصري أو ما تعرفيش إن ليه شريك مش مصري، يقولك أنا وشريكي وعايزين نفتح شركة مقاولات. هنسأله طب أنتوا كام واحد؟ طب راسكم ماله كام؟ هتشتغلوا في المقاصات حجمها إيه؟ يعني كل أسئلة، سؤال صغير كده اتنسى، معلومة مخفية ممكن تغير مسار الموضوع، غيرت في الرسوم، غيرت في شكل التصاريح، غيرت في الاستعلام الأمني، غيرت في حاجات كتيرة، معلومة صغيرة صعب قوي. فاهمه القانون جدا برضه؟ جدا طبعا. خلاص بقى العشره مش طبعا خلاص. هي جت الفكره، يعني انا وهلا كنا بنتكلم، انا اشتغلت في المحاكم في ميكنه البرامج بتاعه المحاكم، اشتغلت محاكم مجلس الدوله ومحاكم ابتدائي والاقتصادي والاسره والجنائي وكله.